لكن خلينا نروح سريعا للجزائر وبتحديد الناقد الرياضي بصحيفه الهداف الجزائريه الاستاذ سمير بشير. يا استاذ سمير مساء الفل عليك. مساء الفل اخي الكريم، تحيه اليك والى كل مشاهدي قناه الاهلي والى كل انصار النادي الاهلي. اهلا بك. طبعا يعني عايزين نتكلم عن مباراه الاهلي وفاق سطيف، والحديث دايما عليها هيكون كتير خلال الفتره دي حتى موعد المباراه ان شاء الله يوم 23. لكن يعني انا كنت سالتك السؤال ده قبل كده، لكن الكلام اتجدد كمان على تغيير ملعب المباراه. البعض بيقول ان في مشاكل بالنسبه للملعب اللي المفروض ان هو هيستضيف مباراه الاهلي وفاق سطيف هناك في الجزائر، وبتحديد احدى الجرايد الجزائريه، وقالت ان في مشاكل بالنسبه لايجار الملعب وبالنسبه للاضاءه، فده ممكن يدفع مسؤولي فاق سطيف لتغيير ملعب المباراه. عايزين نعرف حقيقه الكلام ده منك طبعا دلوقتي. والله انا لم اطلع يعني على الجريده، ولكن هي جريده الفجر الجزائريه او النهار عفوا، بما لا يدعو للشك ان المقابله ستقام في ملعب 8 مايو يعني يوم 23. بالنسبه لقضيه الاناره، هذه كانت قد طرحت يعني في مباراه الجوله ما قبل الاخيره لدوري المجموعات مع امام فريق تيبي مازامبي، حين انطفأ واحد من الاعمده الاربعه للاناره يعني في اخر 10 دقائق من المباراه، ولكن نوعيه الاناره لم تتاثر، يعني المباراه اكتملت وقد تم تصليح يعني الاناره في نفس الاسبوع، يعني جاءت الشركه المكلفه وقامت بتصليح الخلف الكهربائي على مستوى العمود واشتغل بصفه عاديه، ويعني والفريق بعدها لعب اربع مباريات في الدوري الجزائري ومباراه اخرى، يعني هي مباراه الربع نهائي امام الوداد البيضاوي في رابطه ابطال افريقيا بملعبه، يعني هذا مشكل وقع تقريبا في منتصف اوت يعني في مباراه الفريق في مازامبي في الجوله الخامسه، لكنه غير مطروح الان يعني، وحتى يعني في الساعه التي نتحدث يعني بعد ساعه وربع من الان سينطلق لقاء يعني وفاق سطيف في الدوري الجزائري امام شباب قسنطينه يعني في الجوله العاشره للدوري الجزائري، وسيلعب تحت الاناره الكاشفه في ملعب 8 مايو، يعني هذه القضيه غير مطروحه تماما، يعني الامور خلاص اصبحت محسومه بشكل نهائي، المباراه هتكون على ملعب 8 مايو ان شاء الله يوم 23 بشكل نهائي، ما فيش كلام في القصه دي. ما فيش كلام، يوم الثلاثاء 23 على الساعه الثامنه بالتوقيت الجزائري التي ستكون هي الساعه التاسعه بتوقيت مصر الشقيقه، يعني في نفس التوقيت الذي لعب فيه مباراه الذهاب بتوقيت البلدين. طيب نتكلم شويه عن فريق اوفاق سطيف واستعداداته لهذه المباراه، الامور ماشيه ازاي بالنسبه للفريق، وايضا كمان الامور ماشيه ازاي بالنسبه للناحيه التنظيميه بالمباراه. والله بالنسبه للامور في الناحيه من الناحيه التنظيميه، اظن يعني فريق وفاق سطيف ينتظر يعني تواصل فريق الاهلي معه يعني لتحديد موعد الوصول، يعني من خلال المتابعه الاعلاميه فريق وفاق سطيف يتابع انه فيه اظن الاستاذ عدلي سيصل الى مدينه سطيف في نهايه الاسبوع القادم يعني لضبط الامور يعني بالحج والامور الخاصه بالتنسيق مع وفاق سطيف بخصوص التدريبات وغيرها، واظن يعني انه يحضرون على اساس انه فريق الاهلي سيصل اليوم 21، هذا ما علم من السفر. اظن ايضا على مستوى السفارات الجزائريه علموا انه يعني فريق الاهلي سيتحصل على تاشيرات يعني فور عوده لاعبيه من المنتخب المصري يعني في مقابله التصفيات الافريقيه. الامور التنظيميه الاخرى يعني هي بالتاكيد انه توجد 16000 تذكره ستوضع لهذه المباراه، هي السعه الاقصى للملعب، سيكون فيها تحديد مكان لانصار الاهلي بسعه 1000 مناطق، بالتاكيد لن يكونوا 1000، ولكن ما جاء منهم يعني المكان سيكون مخصص لهم، سيكون دخولهم مجانا كما دخل انصار وفاق سطيف في مباراه الذهاب، فقط هنا في سيدخلون بالجوازات يعني بالجوازات ده امور معتاده زي ما حصل هنا في مصر. تمام، يعني سيدخلون بجوازات سفر يعني في اطار كما يقال والباب اكرم، فريق الاهلي تعامل مع وفاق سطيف بدخول انصاره مجانا، فريق وفاق سطيف يعني مهما كان العدد لن يحدد سعه، لانه هنا الامور ممكن تنظيميه في الجزائر افضل من خصوصيه يعني المقابله التي جرت يعني بعد قرار تحديد عدم انصار في مباراه الذهاب، يعني هذا امر يتجاوز اداره الاهلي، في مباراه العوده يعني كل انصار الاهلي مرحب بهم، اظن فريق الاهلي سيخوض تدريبين في الملعب الرئيسي للمباراه يعني مثل ما تمنحه قوانين الاتحاد الافريقي لكره القدم، يعني كل الامور تنظيميه عاديه، يعني هي ليست المره الاولى التي سيلعب فيها وفاق سطيف بهذا الشكل مباراه من هذا النوع، اكيد انها لها خصوصيه من الناحيه يعني انها قيمه الرهان الرياضي كبير، ولكن
ولكن يعني فريق الاهلي ان شاء الله سيجد كل المعامله والترحيب في مدينه الصيف ان جاء في احنا مباشره الى ملعب 8 مايو الى مطار 8 مايو يعني لانه مطار المدينه يحمل نفس تكيه العاصمه. بالتاكيد هذه الامور ستعرف يعني في الايام القادمه. يعني فريق التخطيط ينتظر تواصل اداره الاهلي معه لمعرفه ان كان يعني موعد الوصول سواء ان يكون في رحله عادله على الخطوط الجويه المصريه نحو مطار الجزائر العاصمه ومنها الى الصيف في رحله داخليه او مباشرة في رحلة خاصة ستكون إلى مطار 8 مايو الذي يبعد عن المدينة ب 7 كيلومتر. طيب نتكلم عن المباراة بالتفصيل أو نتكلم عن مستوى الفرقتين في آخر فترة بالتحديد. يعني اللي أعرفه أو على حد معلوماتي أن فريق فوكس تيف فاز في المباراة الأخيرة ليه في الدوري على فريق وهران بنتيجة 1-0، وكمان عنده مباراة النهاردة. في المقابل النادي الأهلي خسر المباراة الأخيرة ليه في الدوري أمام فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 4-3، وفاز في مباراة الأمس في كأس مصر أمام الترسانة بنتيجة 3-2. أكيد في متابعة من قبل الجانب الجزائري سواء الناحية الإعلامية في الجزائر أو حتى الجهاز الفني الخاص بفريق فوكس تيف في المستوى النادي الأهلي مؤخرا. هل في تفاؤل شويه عند فريق فاكس ستيف بعد المعلومات عن النادي الاهلي؟ ويمكن البعض شايف ان في تذبذب شويه في اداء النادي الاهلي بالتحديد بعد خساره النادي امام فريق الاتحاد السكندري في بطوله الدوري. والله هو من ناحيه التفاؤل حتى قبل المباراتين في اكيد يوجد فيه تفاؤل. يعني بالتاكيد انه من حق فاكس ستيف ان يطمح بتقليص فارق الهدفين ولو ثلاثة الترجيح، ولكن بالتاكيد كانت هناك متابعه من الطاقم الفني للمنتخب ومن انصار فاكس ستيف وتفاؤل بانه الاتحاد السكندري او فريق الترسانه بالامس منحهم السيناريو الامثل في كيفيه اختراق هذه الامور. يعني هي تعتبر امور نظريه فقط، لانه تعرف انه لما تكون في منافسه وتذهب الى منافسه اقل يكون هناك تشتت تركيز. بالتاكيد طبعا يعرف يوسف الصيف انه فريق الاهلي ليس هو فريق الاهلي امس امام الترسانه، يعني لانه خاصه انه في غيابات كثيره او حتى امام فريق الاتحاد السكندري، لانه لما تنزل من منافسه الى اخرى يكون فيه تشتت تركيز. اكيد انه فريق الفقيه يعرف انه الاهلي الذي يواجهه هو الاهلي الذي كان في مباراه الذهاب وليس في اخر مباراتين، خاصه انه فيه غيابات يعني كانت في اخر مباراتين. وحتى وفاق الصيف يعني يعتمد على الاحه بعض اللاعبين، يعني في اخر مباراه مع فريق مولوديه وهران في الدوري اراح 5 لاعبين، اليوم ايضا سيريح 5 لاعبين، يعني هو كل مثل ما يفكر الاهلي اكثر في مباراه فقط، يفكر اكثر في مباراه الاهلي، يعني بالتاكيد انه ما يظهر من مستوى في الدوري او في كاس مصر ليس هو الوجه الحقيقي للاهلي، ونفس الشيء بالنسبه ليفكر لن يكون وجهه الحقيقي هو نفسه في المباراه الاخيره حتى لو فاز. تمام استاذ سمير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. كان معنا طبعا استاذ سمير بشير الناقد الرياضي بجريده الهداف الجزائريه.